وصفة جديدة، كوفرتينا لاتيه. بسكوت وصفة جديدة، كوفرتينا طبعا غني عن كوفرتينا التعريف، لاتيه، معروف عند كل الناس. هننزل بقطعتين وبالهريسة نقعد ندبدب كده لغاية ما يبقى القوام متفرفت خالص كده. ننزل بربع كوباية لبن، نستخدم البلندر ونضرب لحد ما اللبن والبسكوت يتخلطوا كويس جدا سوا، ونزود كوباية لبن تاني سخن أو بارد حسب ما انت عايز مشروبك ازاي. هنا بقى نستخدم الكوفي بريس بتاعتنا، أي نوع قهوة، سريعة الذوبان وسكر حسب الطلب وشوية مية دافيين، ونضرب باليد بتاعتنا ديت لحد ما نعمل كريمة دلجونة قوامها متماسك وكريمي كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وأخيرا ننزل بكريمة الدلجونة اللي عملناها على الهادي خالص كده، ويبقى عندنا أحلى كوفرتينا لاتيه. جرب الوصفة، شير للريل لو عجبك، وفولو للإنستا.